يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الألعاب اللي تبدي كذا من بدايتها. بتجد هنا تحدد مستوى اللعبة، هل هو خايس، هل هو سامج، هل هو يحمس. وش هذا الموتر معدل عليه كنا؟ ديوم تعرف بالسلو موشن. He was one such man, one who had lost all over and over and over. He had lost his الله الاكسن شكله استرالي مو بريطاني ذا. He believed يا ايريش and find peace. شكله ايرش ايرلندي ممكن، ما اظن ممكن استرالي او بريطاني. يلا ما علينا. The provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here there was but one place to go for fuel. Gas town. والله ما جد قاعد اللعبة واحدة من الفيول. ايش الوحشية هذه اللي في اللعبة؟ جاك راعي الصفحة، ما ادري هو موتر ذا ولا موتر حاط فوقه موتر وهو فوق مع كلب، شكله مستفز. يا نطة تكفى تكفى اللي حاط الجمجمة عندك كسلسال. هذا شكل البطل، اما من بداية البطل يموت، وش القصة هذه؟ شيت والله دبج، والله دبجو، والله دبجو، حتى الصوت راح، والله اندبجو لين داخ. اتخيل انت مكانه، والله انت موت. اوف الحق الحق الحق، والله لحق، والله ما مبين ذا على شكله. اوف 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 اوف، والله نظام حافي ولا هو بلابس تيشيرت، عيب يا عيال. يا الله الكلب الملقوف ذا، ملقوف ملقوف. اما كذا والله قتل كلب، شوف كيف، والله شكله مستفز. اوف 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 بالمنشار، والله ودي بالمنشار في راسه، اقسم بالله ودي بالمنشار في راسه. بس بس شكلك مستفز معفن، انقلع. اما ما مات والله خرشه. وانا بروس بريزنتس، معليش اخذتنا اجواء. حياكم الله شباب، معكم اخوكم عبد الرحمن، رجعنا لكم اليوم بلعبة جديدة، لعبة ماد ماكس اللي ما يدري عنها الكثيرين. ضاع نص عمرك صراحة من الالعاب القوية من ناحية الاكشن، من ناحية القصة، من ناحية انك تطور اللاعب، من ناحية انك تطور الاسلحة اللي عندك، تطور كيفية القتال، تطور الموتر اللي عندك، تغير المواتر، تغير وجهية، يعني قصة متكاملة صراحة، مشروع ناجح. يلا ما نحرق عليكم القصة، خلونا نبدأ نشوف المقتطفات والنبذات. اوكي نزلنا ستوري ميشن فيرل مان، ما ادري الصراحه مش معناها.
بس زي ما مبين عندي هنا طبعا هذا شكلها اللي على اليسار، هذه الحياة عندي. وعندك هنا مسدس ما ادري فوقه في سكينة. اوكي objective find water water use water sources to refill the contain. اوكي يعني لو لقيت لي موية اعب القنينة هذه او المطارة على قولتهم. اوكي اذا شربت منها يمديني ازود الهيلث حقي. واضح ما يبغى لها، كأني سمعت صوت. اوكي نيو اوبجكتيف فايند ذا دوغ، خلني ادور على الكلب. شيت من هذا لكن اخذ الكلب. والله ماك ماكس ما يلعب، يحسب قاعد شيء بياكله. فجر تشام باكيت. اوكي الشخصية هذه اسمها تشام باكيت. Flies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. ليه شكلك كذا؟ ليه يتكلم كذا؟ لا وش فيها؟ I'm your man. Yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. Aha, أحجار. ظهر من عوج. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I... I think you do too. It's gonna need an overhaul. Oh. Don't go stray. Don't go stray. الله لاكس حق ماكس خرافية. اوكي. نيو بايو تشام باكيت زي ما توقعت، هذه الشخصية الجديدة اللي قابلتها الآن طبعا. خلنا نشوف وش عنده هنا، نضغط اي. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy, but then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. صراحة ما أدري ليش هذا الشم باكيت يتكلم كذا. اوكي فاين واير فور تشومز باجي. اوكي هذا اللي حصلته انا طبعا، هذا الدينكيري. فود ايت فود تو كويكلي ريستور هيلث. يعني عندك طريقتين لو تبي تزود الصحه والحياه عندك. عندك طبعا الووتر انك تشرب، او انك تعطيها يا خوي من الدينكيري. واقول لكم هذا الدينكيري وش هو، طعام للكلاب طبعا. ما ادري يعني حاسس بقزز قزز، حاسس بقرف يعني موضوع تتقزز منه صراحة. اوكي فايند واير، قبل شي زرفنا من واحد مسدس ممكن ينفعنا، يطلع علينا واحد نطلق عليه. من وين لازم امشي؟ من وين لازم امشي؟ الله انا حاسس ان انا ماشي غلط. انا اقول خلني ارجع لان الخط هذا علق معي. حسيت زي جوجل مابس. اوكي شكله من هنا يمين يسار شوي. سيد سيد بتل 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 يسار، ما في الا منه يسار. بس كيف اطلع من هنا؟ ما ادري والله. ممكن من هنا؟ ما يمديني. اوكي من هنا شوي، لا ما يمديني. طيب كيف؟ لا يمين يعني لا يسار. اوه في فتحة هنا ضيقة. اوكي كلايم، خلنا ارقى منه. كني سامع صوت، أنا أتأهب للقتال. شكلها منطقة السليبينج دوغز.
الطواية. يا الله يا الله يا الله يا الله. طب انا قاعد اضغط وخال الله اعطاهم بالشوتجان، ما هو راضي يجي. خلنا اسوي له اللوت، خلنا نزرف منه. اوكي سكراب، هذا السكراب طبعا لازم تجمعها، انا اقول لكم اياها، لازم تجمعون السكراب هذه لانها بتفيدكم بعدين، وانا بقول لكم كيف انها بتفيدكم بعدين. اوكي ground combat use x to strike. اوكي 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 واضحة، اضرب باكس واسوي ديفندينج تقريبا بالواي. اوكي اوكي واضحة، خلني بس اشوف هذا وش وضعه. اوكي واي، طبعا انت قاعد تضرب، اذا جاك واحد يضغط واي عشان يعني تصده وترجع تضربه من جديد يعني. اوكي زي هذا يعني، مثلا واي بعدين اعطيه اكسات 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 واي هذا عشان بس المشكلة ما ادري اضغط ما هي راضية تجي يعني، حاطينه كذا بالعاني شكلهم. طبعا مع الوقت مع الوقت انت بتقعد تطور نفسك يعني، زي هذالي يعني، هذالي لما جو عندي المرة الجاية. اوكي عندي سكراب هنا، يعني اطق واحد ويجيني واحد، اذا ضغط واي يمديني يعني اصده وارد له الضربة مع الوقت يعني. اوكي هذا هو فايند واير، لقينا الواير اللي احنا نبغاه من الموتر المنتهي هذا اللي كنا في التشليح. عندنا هنا النيران، شوف اوكي نيو ابجكتيف ريتيرن ذا واير تو تشم، تشم باكيت طبعا واضح يعني هو اللي كان يبغى الواير هذا. خلني ارجع لي، بس كيف ارجع؟ خلني اشوف. اوكي هذا السكارب الثاني طبعا، خلني ادعس وانط. اوكي طبعا لما تجمع مثلا هنا عندك مكتوب سكارب اثنين من اثنين، لما تجمعهم كلهم يقول لك place looted يعني المكان انزرف 100%. بس يعني انصحكم انكم تجمعون هذه، تراها مفيدة يعني تفيدكم بعدين انكم تطورون من مهارات ماكس، تطورون من الموتر اللي معه. ما بتفهمون علي الحين لكن مع الوقت تعرفون وش اقصد. Wait I'm waiting. Mad Max. Inky D's leaking bed أو leaking ما أدري إيش. أوكي وصلنا. Chum bucket. يا الله هذا شكله مقرف. ما أدري كيف يعني، وجهه محروق والرجال ظهره أعوج. والله ما أدري إيش سالفة. أوكي ناخذ الكلب هذا معنا. أها لازم أتبع تشام to his buggy. أنا ما أدري وش البقي هذا. Follow Chum to his buggy. This way. طبعا المشي بطيء ويحسسك انه هو من جد يعني انك انت ماسك شيء ثقيل يعني. Okay, new objective, put the dog in the back of the buggy. اوكي هذا البقي هو قصده، شكله الموتر هذا اللي يمديك تركب فيه اشياء. اوكي ركبنا. واضحة. عندك ال R2 انك تمشي وال L2 اظن انك ترجع او بريك او شي زي كذا. Drive to the lookout point. Yes, from that looky look point, we may be able to spot your car. We can see the camp from up there without risk of detection. Follow Chum to the lookout point. Okay. Oh, I like my Chum bucket. Over here! Over! Come!
come look. I'm coming, just wait for me, man. Don't stray. This is where the thick brow squat and cut. Those butchers. Infidels. Yeah, look. There. Scabrous Scrotus is their king. He's a big boss man from the gas town, you see. Show an Islabat. But he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Please listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. I'll take you to the tavern now. والله المريض هذا شكله وراه شيء يعني. مو مريض بس شكله بيساعدني. اوكي خلصنا الميشن هذا. Story mission complete.